وكذلك النار ولو كان كافرا أو فاسقا فإننا لا نشهد له بالنار لأننا لا ندري عن خاتمته، لا نشهد لأحد بالجنة وإن كان من الصالحين لأن ما ندري عن خاتمته ماذا يختم له، ولا نشهد لأحد بالنار ولو كان كافرا لأننا لا ندري ماذا يختم له. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن العبد ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخله، وإن الرجل لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب يعمل بعمل أهل النار فيدخله. هذا الخاتمة، يعني هذا الخواتيم، والخواتيم لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى، فنحن لا نشهد للمعين.